مياه نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما رمضان 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 يا حبيبي. السلام عليكم البنات، اليوم فيديو جديد ان شاء الله نتمنى يعجبكم. اليوم غنعطيكم وصفه اللي يدين ان شاء الله، وصفه زوينه تتبيض وفي نفس الوقت نديوها شويه في يدينا ونديوها شويه في راسنا، ما نبقاوش تمارة تمارة تمارة. بنادم هو اللي دا شويه في راسه. ومرحبا بالجميع، مرحبا بقاعد الناس اللي دخلوا عندي جداد، ومرحبا بالقدام، وتنتمنى دائما نكون في الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غنعطيكم واحد الوصفه تاع اليدين، حيت يدينا نشفو بجافيل، نشفو بلانكول، كلشي ولا تيتشكل ليدين ضروري التعقيم، ضروري تنعقمو قبل ما ندخلو، نعقمو قبل ما نخرجو، ضروري اي حاجه تجي الخضره تنعقموها، اي حاجه جبناها من برا تنعقمو، يدينا تياكلو العصا. اليوم غندير واحد الوصفه ليديه وبغيت نشاركها معاكم. غادي ندير معلقه، جوج معالق تاع مايزينا، جوج معالق تاع حليب نيدو، هادي صابونه حكيتها، صابونه الكف حكيتها، ديروا جوج معالقات. وهنا ما ورد لك ما ورد، ولا نخلطوه بالحليب، اللي ما عندوش ما ورد يدير الحليب ماشي مشكل. انا هنايا هو درت فيه ما ورد، خلطته خليته نخليه يرتاح مما يطلق هذا الصابون ديالي، هذا الشيء ديالي بلاتو نخلطه. وقبل ما ندير هذا قوم هذا ماسك، قبل ما ندير الماسك اليديه غادي ندير ان شاء الله قماش. هو الاول قماش اش غندير؟ غادي ندير دانون السوس، قهوه، واحد اللي عنده زعفران حر، زعفران زغبه، اللي ما عندوش بلاش، واحد فريميجه. هذا غادي نديرو بحال القماش، نديرو اليديه ونحكو مزيان، نحيد كاع هذيك البشره الميته من اليد ديالي، وهذيك الساعه تنحيد القماش عاد ندوز الماسك. جربوها البنات زوين، ووصفه ساهله، دانون تيكون في الدار، فرماج عندنا في الدار، هاد المكونات كلهم كاينين في الدار. وعطيو العنايه شويه ليديكم، ما تبقاوش تمارة 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 تمارة. يلا بسلامه، نخليكم نخلط ونديرها في فرماجه مع نسكافيه مع دانون، معلقه كبيره تاع دانون، وزعفران نديرو نص معلقه تاع الزعفران، اللي عنده زعفران زغبه يدير زعفران زغبه، اللي ما عندوش يدير معلقه زعفران، معلقه صغيره. هذا هو الخليط ديالنا، هانتوما البنات شي طليو يديكم مزيان، وهاديك الساعه تينشف هاد المكون، ينشف مزيان يقولي بحال القشره صافي، وديروا ليه القماش تحكوه، تبقاو تحكوا فيه تحكوا فيه تحكوا فيه. نخليو حنا كاع هكا، نخليو تينشفو تينشف مزيان، هذا تيتسمى قماش. يدا القماش هو الاول، دايما اي حاجه بغيتو ديروها، اي ماسك بغيتو ديروه ضروري القماش هو الاول، كاين الوجه كاين اليد كاين العنق كيما بغيتو ديروه، قماش عاش ماسك. نتوما البنات فاش ينشف صافي تولو ديرو ليه بحال القماش، تيبدا يتحيد بشويه بشويه. نتوما تتحكو صافي، فاش تحيدو ديروا ان شاء الله هيك من شكيتي صافي. غادي نحيدو ونديرو الماسك ديالنا، ها هكا القماش البنات شكيتي خرج تيخرج الليد، وتلا درنا القوم درنا ماسك على يد نقيه تيخرج زوين، تتخرج النتيجه على يد مسخه ما تتخرج النتيجه، واخا تعيو ديروا الماسكات. دابا نديروا الماسك ديالنا تاع اليد، الصابون هذا هو الصابون، ها هو الشيء طلق مع ما ورد،
غنزيدو عليه الحليب نيدو، ياه حليب نيدو وماي زينه. نتوما البنات من هاي بيض الليد. هانتوما البنات النتيجه الاخرى تاع داك الماسك تاع اليدين، القماج اللي درنا القماج وعاش درنا ماسك. هانتوما بعدا تيبري، وهذه هي النتيجه الاخرى. نتمنى تجربوه وتقولوا لنا رايكم. مع السلامه. مع السلامه.